السلام عليكم ورحمة الله تعالى، صديقاتي تلميذات أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة اليوم عن الحصة الخامسة من مادة النشاط العلمي، دائما الوحدة الرابعة، تحت عنوان ما هي أجزاء النباتات التي تؤكل من طرف الإنسان. إذا دائما نحن بصدد دراسة وتقديم دروس مرجع المفيد في النشاط العلمي الخاص بالمستوى الثاني ابتدائي. إذا أهداف هذه الحصة هو أن نتعرف على أنواع الثمار وألاحظها، يعني هناك مجموعة من أنواع الثمار يعني تختلف حسب نوع النبات، سنتعرف عليها يعني ملاحظة، وسنتعرف على أجزاء النباتات التي تؤكل من طرف الإنسان. فالنباتات يعني حولنا توجد عدة أنواع من النباتات، الملايين من الأنواع، يعني منها ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل. بالنسبة للنباتات التي تؤكل من طرف الإنسان، فالإنسان لا يأكل بالضبط الثمار، مرة يأكل الثمار، مرة يأكل الساق، مرة يستهلك الجذور، يعني كل نبتة يستهلك منها جزء معين. نحن في هذه الحصة سنتعرف على بعض، ليس الكل، بل بعض أنواع النباتات وأنواع الثمار التي تنتجها، وكذا على بعض أنواع النباتات سنتعرف يعني أجزاء هذه النباتات التي يستهلكها الإنسان. إذن تابعوا مع النشاط الأول، نشاط الملاحظة، لكي نتمكن من طرح التساؤل واقتراح فرضيات للإجابة عنه. إذن الصورة الأولى تمثل شجرة الليمون تحمل أزهارا وثمرة، لاحظوا معي ثمار أشجار الليمون، فأنتم جميعا يعني تعرفون شكل الثمرة، ثمرة الليمون، فهي ثمرة يعني متوسطة الحجم وتحيط بها قشرة. والصورة الثانية تمثل نبتة الفول تحمل أزهارا وثمارا، لاحظوا معي الفول، فثمرة الفول يعني تضم البذور داخلها، يعني داخل الثمرة، داخل القشرة تضم البذور، والإنسان هنا يستهلك البذور، بذور هذه الثمرة وليس الثمرة. إذن التساؤل الذي يطرح نفسه، إذن هنا في هذا الدرس سنطرح سؤالين: ما هي أنواع الثمار؟ وما هي طبيعة أجزاء النباتات التي يستهلكها الإنسان؟ إذن السؤال الأول: بالنسبة للسؤال الموالي، ما طبيعة أجزاء النباتات التي يأكلها الإنسان؟ ما طبيعة، إذن اعذروني سأقوم بتقريب الشاشة قليلا، ما طبيعة أجزاء النباتات التي يأكلها الإنسان؟ ونضع علامة استفهام في الأخير، ونشكل هذين السؤالين أو التساؤلين: كيف أميز من بين عدة أنواع من الثمار؟ وما طبيعة أجزاء النباتات التي يأكلها الإنسان؟ إذن بالنسبة للجواب عن هذا التساؤل، يعني تختلف، يعني كما تعرفون تختلف الثمار حسب طبيعتها وحسب مكوناتها، إذن ماذا تتكون من، يعني ما هي مكوناتها، وكذا يعني هناك عدة أجزاء من النباتات التي تؤكل. كما قلت في بداية الحصة، يعني هناك بعض النباتات التي نستهلك منها الأوراق، هناك بعض النباتات التي نستهلك الزهرة، هناك بعض النباتات التي نستهلك منها البذور، هناك بعض النباتات التي نستهلك الثمار، وهناك بعض النباتات التي نستهلك الجذور، إلى غير ذلك من النباتات، وربما أيضا نباتات نستهلك منها السيقان، يعني كالأعشاب العطرية وغيرها. إذن الجواب الذي
يعني سنجيب به عن هذا يعني كفرضيات للإجابة عن التساؤل، وفي أنشطة الإنجاز سنتعرف أو سنقف عند صحة هذه الفرضيات من عدمه. إذن الجواب الذي نقترحه هو تختلف الثمار حسب طبيعتها ومكوناتها، وكذا هناك عدة أجزاء. عندنا السؤال الجواب عن السؤال الأول، هناك عدة أجزاء من النباتات يأكلها الإنسان، يأكلها الإنسان، ونشكل تختلف الثمار حسب طبيعتها ومكوناتها، وأيضا هناك عدة أجزاء من النباتات يأكلها الإنسان. إذن هذا فيما يخص التساؤل والجواب عن التساؤل. الآن لنمر إلى نشاط الإنجاز. إذن تابعوا معي نشاط الإنجاز. بالنسبة للسؤال، أكتب اسم جزء النبتة الذي يؤكل من طرف الإنسان. لدينا عدة اقتراحات: بذور، أوراق، ساق درناتي، جذر، زهرة، وثمرة. إذن بالنسبة لي الصورة الأولى تمثل نبتة البطاطس. إذن كما تعرفون فنحن نستهلك الدرنات، إذن فنبتة البطاطس تقتلع لكي نخرج الجذور، يعني الجذور تحت أرضية والتي يعني تضم الدرنات. الدرنات هي في الأصل عبارة عن يعني مكان تخزين مواد القيت التي تستهلكها هذه النبتة، ونسميها درنات. إذن بالنسبة لي النبتة الأولى، إذن نبتة البطاطس، فنحن نستهلك الساق الدرناتي، نكتبها يعني أسفل الصورة، سنكتب ساق درناتي. بالنسبة لنبتة، لاحظوا معي الخس، لدينا هنا الخس، وتعرفون جميعا بأننا نستهلك أوراق، الأوراق التي تستهلك بالنسبة لهذه النبتة أوراق. إذن لاحظوا معي هنا نبتة القرنبيط، إذن القرنبيط فنحن نستهلك الزهرة، لاحظوا معي باللون الأبيض الزهرة، إذن القرنبيط أو بالفرنسية شوفلور، إذن نستهلك الزهرة. إذن بالنسبة للصورة الموالية، لاحظوا لدينا بذور الجوز، إذن فنحن نستهلك هنا البذور، شجرة الجوز، فنحن نستهلك ليس الجوز بل اللوز، عفوا ليس الجوز بل اللوز، فشجرة اللوز نحن نستهلك البذور التي توجد داخل، إذن يعني مغلفة، يعني بواسطة غشاء صلب نقوم بتكسيره لنحصل على البذور. إذن فشجرة اللوز نستهلك البذور. بالنسبة لشجرة أو نبتة الطماطم فنحن نستهلك الثمار، إذن سنكتب هنا ثمرة. بالنسبة لنبتة الجزر فالجزر نستهلك يعني الجذر، الجذر الذي يكون أسفل كذلك يقتلع نبتة الجزر، وأنا نستخرج الجذر الذي يكون أسفل التربة، إذن نستهلك الجذر، جذر، ونكتب جذر. إذن بالنسبة للخلاصة سنقوم بإنتاج أو ب يعني تلخيص ما رأيناه في هذه الحصة. أولا هناك عدة أنواع من الثمار، هناك ثمار تحتوي على نواة، وهناك ثمار تحتوي على بذور كما رأينا في صور الملاحظة، شجرة الليمون ونبتة الفول كذلك، وهناك ثمار تحتوي على البذور والثمار، يعني بذور وثمار يعني كالخضر، بينما الإنسان
فهو يستهلك عدة أنواع من النباتات، منها الجذور، الساق الدرناتي، الأوراق، الزهر، الثمار، الجذر. إذا عدة أشكال من النباتات يعني من عدة أنواع أو أجزاء من النبات يستهلكها الإنسان كما رأينا في النشاط الأول. الآن لنكتب الخلاصة. إذا الشق الأول للخلاصة وهو عدة تواجد عدة أنواع من الثمار، إذا سنكتب يمكن تمييز عدة أنواع من الثمار. بالنسبة للأنواع فهي مجموعة من الأنواع، يعني الثمار تحتوي على بذور، ثمار تحتوي على نواة، ثمار تحتوي على قشرة، إلى غير ذلك من الأنواع. إذن بالنسبة للأجزاء التي يأكلها الإنسان لدينا الجذور، الصقال، الأوراق، البذور، الزهرة، إلى غير ذلك سنكتبها أيضا. إذن يأكل الإنسان عدة أجزاء من النباتات، منها الجذور، الأوراق، السيقان كذلك، الزهور إلى غير ذلك، والثمار أيضا، الثمار إلى غير ذلك من الأجزاء التي يستهلكها الإنسان. إذن سأقوم بتكبير الخلاصة. يمكن تمييز عدة أنواع من الثمار. إذن لنشكل الخلاصة. يمكن تمييز عدة أنواع من الثمار. يأكل الإنسان عدة أجزاء من النباتات، منها الجذور، الأوراق، السيقان، الزهور، والثمار. إذن هذه هي الخلاصة الخاصة بهذا الدرس. الآن لنمر إلى النشاط الأخير، النشاط الموالي الخاص بأثبت أملأ الفراغات بكتابة الجزء الذي يؤكل من طرف الإنسان بالنسبة لكل نبتة. إذا لدينا مجموعة من النباتات، كل نبتة فالإنسان يستهلك جزءا معينا منها، سنتعرف عليه في هذا النشاط. بالنسبة لنبتة الجلبانة فكما تعرفون نحن نستهلك البذور، إذا سنكتب هنا البذور. إذا بالنسبة لنبتة الكرافس، إذا فنحن نستهلكه في يعني الشربات إلى غير ذلك من الأطعمة، فنحن نستهلك الأوراق زائد السيقان. إذا الجزء المستهلك هو الأوراق والسيقان معا. إذا لاحظوا معي بالنسبة لنبتة الطماطم فنحن نستهلك الثمار، إذا سنكتب هنا الثمار هي التي تستهلك، هو الجزء المستهلك من نبتة الطماطم. إذا بالنسبة للصورة الأخيرة تمثل نبتة الفجل، إذا بالنسبة لنبتة الفجل يعني شكله، يعني شكلها شكل نبتة الجزر، فنحن نستهلك الجذر، إذا فهي شبيهة بنبتة الجزر، الجزء الذي يستهلك منها هو الجذر. إذا إلى هنا تنتهي حصتنا من هذا الدرس، أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل، أتمنى لكم متابعة طيبة. أضرب لكم موعدا إن شاء الله مع الدرس الموالي الخاص بالحصة السادسة تحت عنوان كيف تنمو النباتات. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.